في مثل لو قللنا اداب بيقول لك التقى البراز مع البول قال له مرحبا قرطاش، وهذا وضع دول العبريه مع المجرم الكيماوي بشار، نفس الشيء عيني يعني بالتركي عيني قال له مرحبا قرطاش، اثنيناتهم نجس عليهم الله ما يستحقون، لو ما هن مجرمين اكثر منه وسفاحين اكثر منه ما كان اجتمعوا بجماعه عربيه. قوي بزايد هالشيطان، قوي بزايد هالشيطان. جينا اليوم نرجع نجدد ونقول الشعب يريد اسقاط النظام. هذا التطبيع اللي عم نشوفه مؤخرا ما هو جديد علينا وما تفاجأنا فيه نحن كسوريين من البداية، قلناها من 2011 يا الله ما لنا غيرك يا الله، ما لنا مستنين لا سعودي ولا تركي ولا أمريكي حتى ينصرنا. كلنا بنعرف هاي حملة التطبيع اللي عم بتصير مؤخرا هاي كلها بأوامر من أمريكا، عطت ضوء أخضر للموظفين تبعها كرؤساء دول خليج وعربي أنه يتحركوا وتطبعوا. نحن هذا الشيء ما راح نسأل عليه، يجب على السوريين يتوحدوا بالساحات، يتوحدوا بكلمتهم، يتوحدوا رؤوس الصفوف لحتى نواجه هاي هذا الشيء اللي عم يتحضر لنا كسوريين احرار. اذا ما توحدنا وقفنا وقفة رجل واحد بعد فترة راح نوجد كلياتنا سوا بسجون بشار الاسد. يعني على مجرد مباراة هذه مرة لما فزتوا كل الشعب هون قام معاكم مباراة، ونحن هون العالم كلها قاعد تتقتل، ما صحيتوا على حالكم؟ السعودية كلياتها من دون استثناء والدول العربية كل من طبع معهم وتركيا زاديا ورئيس تركيا الكل من دون استثناء، نتمنى من كل يصحون الكل رغم إصابتي ورغم وضعي، والله لا أكمل المسير، والله والله لا أكمل مسيري. بدنا نعيد السيرة الأولى وننزل على الساحات، بدنا نهتف بدنا نغني ونعلي الأصوات، بدنا الهمة بدنا الفزعة من كل. يعني أقل شيء القرارات الدولية اللي أخذوها قرارات جنيف طبقوها، الأمريكان عملوا قانون قيصر، عقوبات قيصر، وين عقوبات قيصر؟ علينا. فنحن نقول لشعوب العالم أنه يوقفوا مع قضية الشعب السوري، بكفي 12 سنة من خذلانهم.